سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل إلغاء إبطاء. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إمكانيات الوصول، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التفاعل ومهارات، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مفاتيح عامة، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الضبط، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على إدارة خيارات قائمة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الضبط، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إبطاء. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء إبطاء، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.